هل تؤيد احتراف محمد الشناوي بعد تألق مصطفى شوبير في مباريات الأهلي؟ طبعا خلي مصطفى شوبير ياخد فرصته، وانا مش شايف ان الشناوي هيفرق كتير معانا في الفتره دي. وبصراحه انا زملكاوي بس عادي، يعني ندي فرصه لمصطفى يقف. حارس واعد وكويس، وانا شايف انه كويس يعني بتؤيد احترافه؟ مفيش مشكله، لا ايد احتراف وادي فرصه لمصطفى شوبير يكمل. لا والله هو احسن البلد تستفاد منه، كل اي لعيب بيحترف بياخد شهره وخلاص، والبلد ما بتستفادش منه في حاجه. اما ما يبقى ينفع بلده اما يشتغل في المنتخب، وممكن ربنا يكرمنا حتى لو هنوصل الدور الثاني او الثالث لكاس العالم، او ناخد كاس افريقيا، او ناخد يكين ان احنا نحتاج كل لعيب يبقى عندنا كويس، نفرح بالفلوس والدولارات ونطلعه بره والبلد عاوزاه، نعتبره عسكري وظابط من ظباط الجيش. احنا ما نقدرش نخلي ظابط من ظباط الجيش يحترف، لان انا مش هخلي ابني ولا اخويا بره ولا ابن اخويا ولا ابن اختي يحترف بره وانا عاوزه. الشناوي دي يعتبر قائد من قواد الجيش، زي ضابط الجيش. ليه اما البلد تستفاد منه احسن، ولا بره يستفادوا منه احنا وهم يبقوا شهره وياخدوا فلوس وياخدوا كل حاجات واحنا؟ بالنسبه للشناوي الاهلي ده زيه زي هو زي السمكه في الميه، ما يعرفش يطلع من الاهلي، واللي بيدخل النادي الاهلي ما يعرفش يلعب في اي حته تاني غير الاهلي. فالشناوي الاهلي مش هيستغنى عنه، بعدين هو ده جون مصر والجون الاصلي بتاع مصر، وهو الكبير برضو، وهو اخوه الصغير يبقى مصطفى شوبير فوفا. انا ممكن يبقى لي رايين مش راي واحد. الراي الاولاني ايد ان هو يحترف عشان تقبيل مستقبله ومستقبل ولاده، انما لمصلحه النادي الاهلي انا ما ايدش، لان معلش ما احنا ما عندناش دلوقتي. عندنا حمزه كويس، ماشي، حمزه علاء كويس، ومصطفى شوبير كويس، بس الشناوي ده احسن جون في افريقيا مش في مصر بس. فانا مصلحتي انا ان هو يفضل في النادي الاهلي. من رايك مين يحرس مرمى منتخب مصر في الفتره المقبله في تصفيات كاس العالم؟ في تصفيات كاس العالم في ظل عدم وجود الشناوي شوبير. والله انا شايف عواد كويس واحمد الشناوي. انا مش عارف اسامي دلوقتي. الشناوي طبعا وشبير مش وحش، شبير ده تاريخ. انا اصل انا يعني ماليش تاريخ يبقى ماليش لازمه، ماليش تاريخ يبقى انا ماليش لازمه. ايه اللي رافع البلد ديك والدنيا كلها عاوزه تاخدها ليه؟ لان احنا عندنا تاريخ. الشناوي طبعا، والاهلي برضه الشناوي برضه، ده لا بديل للشناوي. شبير